ايه جاي القذيفة، هي اشي ما بعرفت لخون ابيض، قامت استنشقت قمت انهرت ما طولت، اول شي ما اخذت واعطات، ايه صرت خذت ابيت، هلا تبيت زعما كان متعوب. ابي اخو خلص تعب يا الله، احد حالات يا الله التي تعرضت لها مدينة النبك، والتي يعتقد انها مواد تحمل مواد كيماوية، خسائر تحمل مواد كيماوية. يا الله يا الله، وقد أكد لنا هذا المصاب بخروج الزبد من خارج فمه. اي والله يا اخو كثير تعبت. النبك تتعرض للقصف بالمواد الكيماوية،